التقرير اللي جاي هنشوف الحقيقة يهم الشباب جدا جدا، الدولة بتوليهم يعني اهتمام كبير، وكمان كباتنا الكبار بيهتموا بيهم. افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وكابتن رضا إبراهيم رجب رئيس مجلس إدارة فيكتوري كامب للأندية الصحية جيم فيكتوري كامب بنادي النادي في شيراتون بمصر الجديدة. وبيعتبر جيم فاكتوري كامب علامة تجارية مختلفة وغير موجودة في سوق الشرق الأوسط والعالم كله تقريبا، حيث أنه مبني على مساحة 5000 متر، وبيتكون من 4 طوابق، وبيضم الدور الأرضي أكبر مساحات لصالات الرياضة الخاصة بالنساء في مصر، بالإضافة إلى غرفة للإصابات واستوديو للأيروبكس والكلاسيك وكلاسيس مختلفة جدا جدا في الجيم. وبيشمل الجيم كل ما يحتاجه الرياضي من أدوات وتأهيل بشكل علمي. وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الافتتاح على الاهتمام بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية الكتيرة اللي موجودة في مصر. خلينا نشوف التقرير الجاي وهنعرف منه تفاصيل أكتر بإذن الله. فيكتوري كامب شطحه كده من شطحات الخيال، ان احنا نعمل مكان متكامل فيه كل الفاسيلتيز، مش مجرد جيم وخلاص. والحمد لله توفقنا ان احنا نعمل ده، خد مننا سنه بلاننج وسنه زيها تنفيذ، والحمد لله دلوقتي بقى لنا 7 شهور سوفت اوبننج، والنهارده بنحتفل باكتمال الفاسيلتيز كلها. هو مجال الجيمات عموما اتطور جدا في مصر اخر 10 سنين، وفي ناس كتيره جدا منافسين ما شاء الله عاملين مستوى عالي جدا، بس احنا في فيكتوري كامب الحمد لله موصلين مسج مختلفه خالص، وقادرين ان احنا نكمل المنظومه من ناحيه التغذيه والمكملات الغذائيه والتمرين اللي على اساس علم. فالنتائج الحمد لله مبهره، يعني اغلب الممبرز مبسوطين جدا وعاملين نتائج هنعلنها النهارده في المؤتمر ان شاء الله الصحفي باذن الله. احنا بنختار التيم بتاعنا بعنايه جدا، وبنعتبرهم فاميلي. زي ما قلت احنا واخدين من الميليتري كل الاسبكتس بتاعته، فالاسبكت بتاع التيم، العيله، الترابط، ده من العناصر الاساسيه عندنا. فبنختار العناصر بتاعتنا بعنايه بحيث ان هم هيفضلوا معانا، مش بنختار حد بنجربه. بنحط مينيمم ريكويرمنتس ان الترينر يبقى معاه 2 international certificates على الاقل، ويبقى مهيئ ذهنيا لان هو يتطور ويتقبل ان هو يتعلم، مش بس يبقى جاي بروفيشنال، لا يبقى عنده الويلنج ان هو يتعلم ويتطور. انا ببارك النهارده هذا الافتتاح بوجودكم والممبرز والشباب والناس اللي موجوده، ان شاء الله يكون دايما احنا مساندين العمل هنا بكل الاشكال بشكل كبير، ودايما يعني كل الشباب المصري وكل اللي موجودين يكون مبسوط بكل حاجه بتتقدم. انا شايفه الجيم ده حلو قوي وone of a kind في مصر، ما شفتش زيه قبل كده، كل اجهزه جديده جدا، وحتى عندهم اجهزه انا ما شفتهاش قبل كده في اي جيمز ثانيه في مصر، ف I'm very very impressed. ويا ريت كان عندنا جيم زي ده فين ما انا ساكنه في الزمالك، للاسف ما عندناش، وزعلانه ان انا مش هعرف اجي اتمرن هنا. هم مكان اكبر من كونه ممكن ناس تقول مثلا جيم، لا هو فيتنس سنتر كبير قوي. في حد عمل زوم اوت قال لك يا جماعه احنا محتاجين ايه في مصر؟ محتاجين، عايزين بول عشان لما تزهقوا تنزلوا، طب عايزين اكويبمنتس عاليه قوي قوي زي الناس اللي بره، حاضر. طب عايزين ايه يعني النقطه انت تحجج وانت نازل الجيم بايه؟ اكلك، طب حاضر نعمل لك انا هيلثي فود، وكل الاوبشنز بتاعت الاكل موجوده ومحسوبه بالكالوريز. عايز كوتشز شاطرين ومش عارف، موجود. طب انت فين مشكلتك؟ موجوده هنا. فهو هي مش حاجه تدعو للفخر على قد ما هو حاجه غير متوقعه اصلا، يعني انت المكان ده
المفروض يتقسم 7-8 اماكن بس اتعملوا في مكان واحد. بالظبط. فيكتوري كامب يتميز ان هو على مسماه كامب، كامب كامل ما بين جيم، ما بين رياضات كروس فيت، ما بين العاب قتاليه زي الام ام اي والكيك بوكسنج. في كيدز اريا كبيره جدا، وفي مطعم بيعمل هيلثي فود، وفي جوس بار. وهو بصراحه هي فكره متكامله للهيلثي لايف ستايل. لما يبقى عندك في كل شارع جيم، في كل مكان مكان بيهتم بالصحه العامه وبيهتم بالصحه النفسيه كمان، لان كلنا بيبقى عندنا ضغوطات كتير مش بتطلع غير بالرياضه.